سيد وزير العدل، سيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. سيد رئيس النيابة العامة، سيد أمين عام ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيدة المسؤولة في إدارة الأمن والاستخدام المسؤولين في الإدارات المركزية ديال وزارة العدل. يطيب لي أن أعبر عن سعادتي لحضور اللقاء الذي يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي التي تعرفه بلادنا عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المصادر والإجراءات الإدارية لفائدة متفقي قطاع العدالة، علما أن هذا الورش يندرج في أطر أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين. لقد فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة ومنذ البداية على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية. ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد سواء في الإدارات العمومية أو في مختلف القطاعات الأخرى العمومية كانت أو خاصة. وعملا بالتوجيهات الملكية السامية وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات من خلال جعل الإدارة فعالة في خدمة الوطن، وكذلك من خلال تقريبها من المتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي. إن مبادرة وزارة العدل هذه تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة فيما يتعلق بالانتقال الرقمي وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه مساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمتفق لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن من تنقل ومصاريف وهضم للوقت وصعوبة وتعقيد المصادر. وعليه أغتني هذه المناسبة لأتمم مبادرتكم في وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة والسجل العدلي ومركز نداء والمخالفات الإلكترونية. كما أجدد التأكيد على عزمنا في الحكومة السعي قدما والإصرار في تحقيق الانتقال الرقمي الذي نصبو إليه جميعا، حتى تتحقق الإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.